الرئيس محمد حسني مبارك ذهب إلى غرفة العمليات المركزية وتابع ووقف على التطورات الأخيرة للأحداث التي تشهدها مصر، والتقى مع نائبه السيد عمر سليمان. ولذلك النيابة استدعت عمر سليمان وسألته حوالين القرارات اللي أصدرها مبارك في خلال تلك الفترة. هو نفى تماما أن يكون قد سمع أو رأى أي أوراق تتعلق بقرارات من الرئيس مبارك ضرب المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو استخدام العنف لهم. ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي: احنا الحمد لله ربنا وفقنا، وده ما كانش قرار فردي، وما كانش قرار يعني عشوائي، لكن لا، كان في منتهى الصعوبة، واحنا اجتمعنا في ذلك الوقت وخدنا آراء بعضينا. والشيء المشرف ان كل المجموعة اللي هي بتاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما كلها معرفش السيد وزير العدل. البعض وصل لمرحلة ان هو بيقول اتنين بيكلموا بعض في التليفون، قالوا ايه يعني هو يعني ما طب جابها ازاي المعلومة دي؟ لا، ما حصلش اقصاء ولا هو تنحي او تخلي عن السلطة، واذاع البيان السيد النائب السيد اللواء عمر سليمان يوم الجمعة. كل المجموعة اللي هي بتاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما كلها كل المجموعة اللي هي بتاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما كلها بما كلها بما كلها كان القرار بتاعها لا نفتح نيران على الشعب، وكان هذا هو القرار. لا نفتح نيران على الشعب، لا نفتح نيران على الشعب.